السلام عليكم، معاكم اليوم عمر او كابتن المهارات. اليوم معاكم في فيديو جديد يا جماعتي، فاهم؟ اليوم يا جماعتي عنا كارير مود ريال مدريد، الحلقة الثالثة يا جماعتي. فاهم؟ شكرا على كل شيء تسولف في هذه السلسلة، حتى لو الحلقة اللي طافت وصلت 100 مشاهدة والحلقة الأولى وصلت 2000، فرق كبير جدا. بس يلا اليوم يا جماعة بنلعب ضد إلتشي، بنلعب الأحداث فيها، وريال بيتيس بنلعب الأحداث فيها، وأيضا سلتك، وبنلعب مباراتين حقيقيتين بتكون ضد إشبيليا وأتلتيكو مدريد، فديربي مدريد بيلعب اليوم. فهي في واحد في الكومنتات يا جماعة قال لي إن أنا أجيب بيلينغهام وأبيع كروس، وقال لي أبيع كريستيانو وأجيب مبابي، بس أنا ما أقدر أبيع كريستيانو وأجيب مبابي لأن هذا كريم موسم واحد. ف بالنسبة لي متوقع إن أنا بجيب بيلينغهام، بيكون إضافة زينة للوسط، وثانيا إن أنا عمري ما جربته في كارير مود. فاهم؟ هي وتواصل مع برشلونة، يعني بتكون خطفة حلوة لو نحن قدرنا إن نخطفه مركز الانتقالات. نشوف هم توافقوا معاه، نقدر نجيب بالصفقة ب 100 مليون، بس نحن ما عندنا 100 مليون، عندنا 67 مليون. فاهم؟ إذا ما قبلوا بكروس نحن في كل اختصار احنا فيها. فاهم؟ هي توني كروس، وخلونا نضيف 40 مليون لها. فاهم؟ ول بدلة لاعب، لاعب الوسط، خلينا نشوف لوكا مودريتش سعره 32 مليون بس. شكرا. نحن كنا بنعطيهم كروس بس هم رفضوا كروس. ف هي كلاعبك وايد غالي، يعني نحن ما عندنا وايد فلوس. وأيضا هو راح لبرشلونة تقريبا. يس هي وبرشلونة ما بلعب ضدهم إلا في يناير، يعني لما هو بيجيهم أصلا. فمباراتنا ضد إلتشي بلعب أبرز الأحداث الهجومية. ليتس جو. اوكي، تبدأ المباراة هذه هجوم من ريال مدريد في الدقيقة 13. عندي بنزيما، اتوقع بيلعبها حق كريستيانو. كريستيانو يلعبها لنكونكو. بنزيما وات؟ اوكي، ضربة ركنية لريال مدريد. بحاول العبها لكريستيانو، عرضية رأسية حلوة من كريستيانو. اوكي، ملحق كريستيانو عند الكرة في الدقيقة 45. كان بحاول اني اركض فيها للامام، بلعبها لبنزيما، بنزيما يلعبها لنكونكو، وكريستيانو صد الحارس. اوكي، ركلة حلوة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 68. اتوقع اني انا بلعبها هناك. ميليتاو، بنزيما، كروس يلعبها، فينيسيوس تسديده تتخلص. اوكي، ركله حره من مصلحه ريال مدريد هالمره، مكان اشوفه جدا جميل عندنا كريستيانو. خلونا نحاول نجيبها. كريستيانو تسديدة خارج أرضية الملعب، وتشينا تعثر في مباراة اليوم. صراحة غريب، غريب هالشي. لا خلوني أقول لكم، يعني شو التسديدة بنزيما
اتوقع قبل ما تدخل عدوا على اللي بعده. ما هي دخلت ولا ما دخلت اصلا؟ كانت ممكن تدخل والله، بس يعني غلطة مني. ايه، فنروح لمباراة بيتيس ده بتكون ثاني في هالحلقة، وايضا هنشوف منو اللاعب اللي يكلمني الحين. اوكي، ما ادري تشيبا يجدد عقده. ف اوكي، واحد من اقوى اللعيبة عندنا مودريتش، طاقته 87، تفضل التجديد سنة. اوكي عادي يا مودريتش. فاهم، نروح لمباراة ريال بيتيس، نلعب بالاحداث الهجومية فقط للمرة الثانية. اوكي، هالمرة نحن في سانتياغو برنابيو. فاهم، يلا نبدأ هالمباراة. اوكي يلا، فرصة عرضية لريال مدريد. اوكي، فينيسيوس، رونالدو، بنزيما. لا يا رونالدو، ليش وقفت؟ اوكي، ركلة حرة لصالح ريال مدريد. هالمرة بلعبها عرضية لأنه شوي يعني اقدر اقول انا صعبة. كريستيانو يلعب العرضية، كرة تتخلص. اوكي، بعدك كرة عنا والله. اوكي، كريستيانو تخلص منه، ركنية. حاول نبلوين لكريستيانو، 3 مرات طلعناها برا بدل ما تروح لكريستيانو. اوكي، للحين نحن مقدمين اداء سيء بالنسبة لهذا للاحداث الهجومية، فمتوقع الافضل يلعب مباراة كاملة عرضية. كرة تخلص، نكون كو، لا ينكون كو. اوكي، هجمة معاكسة، دقيقة 76. هاي اوكي حلوة، مودريتش يلعبها. يلا يا فينيسيوس امسكها. فينيسيوس اوكي، رجعها ورا رونالد. هازارد، ما ادري شو السالفة، يعني تبديلات تصير بروحها. ها اول شيء، ثانيا تعادلنا المرة الثانية 2-0. كمان حرام عليك يا هازارد. انا لما كنت اركض في فينيسيوس ما كان في حد رايح في الهجوم. ده الحين وضعنا نعاني بالنسبة ل المباريات العادية. هي تجاوز لعب مباراة، لعب ضد سلتك. لا، لعب الأحداث الهجومية للمرة الثالثة. هالمرة في دوري الأبطال، سلتيك ضد ريال مدريد. رونالدو يبدأ المباراة. يلا، ركلة حرة لصالح ريال مدريد. اوكي، ليش ما نشوت؟ اوكي، ردت ردت، لا تزعل. اوكي، كرة نكون كو، تسديدة تروح لضربة ركلية. لا، تخلصت. اوه، سلتك يابا علينا جول. اوكي، هاي اول مرة تصير ان فريق يجيب علينا جول. كرة نكون كو. لا يا كروس، لا يا كروس، شاس سجل. اوكي، انطلاقة فردية من ريال مدريد، عندنا الحين نكونكو يركض بروحه. اوكي يلا نكونكو، يلا نكونكو، العب الفينيسيوس، الهدف التعادل، هدف التعادل، ارقص يا فينيسيوس، هدف التعادل لمصلحة فريقنا. فينيسيوس جوتين طاقة مع
تي شيرته، فاهم؟ هي هجمه معاك سمر ريال مدريد، يلا يا مودريتش سو افضل افضل شيء عندك، افضل باس عندك العبها لبنزيما، بنزيما يلعبها لنكونكو، اوكي العبها لبنزيما، بنزيما لنكونكو، بنزيما رونالدو، يا الله حلوة انطلاقة فردية من ريال مدريد. الحين رونالدو عند الكرة وهو بروحه. اوكي يلا يا كريستيانو، يلا يا الدون، يلا يا الدون، يلا يا الدون، حلو سي، هدف ثاني من الدون، كريستيانو رونالدو، الله عليك يا كريستيانو، الله على الهدف الثاني اللي سجله ريال مدريد في هذه المباراة، حلو يا كريستيانو. انطلاقة فردية لريال مدريد، هاي ثالث مرة تصير لنا، هالمرة عند نكونكو، يلا نكونكو 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 نكونكو، لا ما خلصها لأنه كان تعبان تقريبا. 2-1 دقيقة 76، كرة عند كروس، بيلعبها ل روديجر، روديجر لعبها باس غلط. اوكي انتهت المباراة الحمد لله 2-1، الحمد لله الحمد لله فزنا في المباراة الحمد لله. اوكي فزنا في مباراة الأبطال، تعادلنا مرتين في الدوري. رونالدو سجل لنا هدف الفوز في هذه المباراة، فخلونا نروح للمباريتين اللي نحنا بنلعبهم. المباراة بتكون ضد إشبيليا في الدوري، فخلونا نروح لها المباراة، ليتس جو، هالمرة بلعبها كاملة. اوكي هذه لجماهير ريال مدريد في شوارع مدريد، وهذا سانتياغو يجهز لاحتضان مباراة كبيرة. الفرق بينه وبين اشبيليا نقطة، انا ما ادري شو المراكز في الدوري، بس لا اعرف ان احنا عندنا نقطة اكثر منهم، ممكن يكون في المركز الاول ممكن يكون لا، نحن تعادلنا اخر مباراتين 0-0، ف يا ما اتوقع ان المنافسين يضيعون نقاط في المنافسة وفي طريقة الحصول على الدوري الاسباني، الطريقة للحصول عليه صعبة ولازم يكون عندك نفس طويل اكيد بالنسبة لمواجهات الدوري، وما تضيع اي نقطة. ف كرة عند اشبيليا، اشبيليا يلعبون الكرة تسديدة تتخلص من كرة، اوكي كرة تسديدة من كونيا تتخلص من كرتوها مرة ثانية، كرة تسديدة والهدف الأول إشبيليا من كونيا، يلعبها لكريستيانو، كريستيانو يلعبها لفينيسيوس، فينيسيوس كريستيانو، فينيسيوس العب البنزيمة، يا الله اوكي ركنية، بحاول نلعبها لكريستيانو عرضية، كريستيانو كان تمركزه السيء، اوكي كرة عادت لفينيسيوس، ألابا، بنزيمة، اوكي كريستيانو علقها علقها الدون، كريستيانو رونالدو علقها في سقف المرمى، ما تقدر تصدها يا بونو، هدف التعادل لمصلحة ريال مدريد، شوف باليسار يحط الدون، هدف التعادل لمصلحة ريال مدريد، اوكي
استلمها كارفاخال، بنزيمة، لعبها لنكونكو، نكونكو يلعبها حلوة لكريستيانو. يا سلام، كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثاني، 2-1، ليتس جو. هدف من كريستيانو، أفضل لاعب في التاريخ، فيسجل الهدف الثاني لريال مدريد ضد اشبيليا. حلو حلو، خلينا نشوف لعبة لكريستيانو. كريستيانو راوغ المدافع رقم 4، سي يو ليتر، والهدف الثاني، ليتس جو. سي يو ليتر، اشوفك بعدين. اوكي، بنزيما يلعبها وكريستيانو بيسجل ثالث بالتأكيد. هاتريك، هاتريك من الدوم في الشوط الأول، 3-1. كفو كريستيانو، هدف الثالث من كريستيانو رونالدو، يسجل لنا الهاتريك في هذه المباراة. جميل، بنزيما يلعبها لنكونكو، نكونكو يلعبها مودريتش، وجول رابع، لوكا مودريتش يسجل لنا الهدف الرابع في هذه المباراة. خلص عليهم لوكا، خلص عليهم الأمير في هذه المباراة. تشوف لعبة من نكونكو ومودريتش سجلها الهدف الرابع لمصلحة ريال مدريد، هدف الرابع للميرينجي. اوكي، كويل، بنزيما، بنزيما، فينيسيوس، فينيسيوس، بنزيما، فينيسيوس، يلعب رونالدو، كرة لفيران مندي، وجول الخامس، الخامس، الخامس من كريستيانو، سوبر هاتريك. وتقول اني ابيع. هاي كريم مود موسم واحد، لو كان كريم مود يعني متعدل الموسم ما كنتش مشتهي من الأساس، لأنه لاعب كبير بالسن. بس الهدف الخامس، 5-1، عرضية من مندي، ولا تشكك بكريستيانو إنه يسجل رأسية أبدا. كارفاخال، كريستيانو يلعب لنكون كون كون كون، ما كان متسلل، والسادس، السادس في هذه المباراة يسجل كريستوفر انكونكو. اتوقعها اول هدف يسجله لي، هدف السادس. شوف كيف لعبت، لان باس كريستيانو هو كان نص الهدف، وهم هدف السادس من كريستوفر انكونكو. اسكو يلعبها للنصيري، النصيري يلعبها لرافا، كرة تسديدة من صير الهدف الثاني. أكيد كان بيسجل يعني. أكيد كان بيسجل فان باي يوسف النصيري، ويحتفل احتفالية السجود. شوف من كذا ما أنا مؤمن، ما سكبت الاحتفالية. كفو يا النصيري. أوكي يلا. بنزيما، بنزيما ما سجل اليوم، بس حتى فينيسيوس ما سجل. فينيسيوس عند الكرة، فينيسيوس السابع، لما قلت فينيسيوس ما سجل اليوم سجل، 7-2. اوكي، وحش يا فينيسيوس، يلا ارقص. ارقص بالهدف يا فينيسيوس. شوف راح لفينيسيوس، وين اكيد بيسجل، كورة باليسار في الشباك، كرة للدون، دون يلعب المودريتش، دون يردها، كرة راحت لبنزيما، الثامن، 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 يسجل الحكومة هالمرة، 8-2. ذكركم بشيء؟ اوكي، أكبر فوز ممكن يجيبه في فيفا، 8-2. يسجل بنزيما الهدف الثامن. اتوقع انه وقت ان نوصل ليجندري. ما يا فايز صدق 8-2، يعني انا اكيد مفكر بروح ليجندري.
اوكي، اتوقع ان اسكو بيتم يلعب الكرة عند أليخاندرو جوميز، وحكم يخلص هذه المباراة بنتيجة 8-2 من ريال مدريد، وعندنا كريستيانو سجل سوبر هاتريك من بين الأربع أهداف اللي سجلوهم لوكا مودريتش. المرة في فيفا 23 يحطون كل الأجوال، أتوقع هي حلو. قبل كان يحطون عدد محدود من الأجوال، بس الحين أتوقع يحطون كل الأجوال. ف هي جميل، فمشتنا 10 تسديدات، 8 منهم كانوا جول. عندنا مباراتنا ضد اتلتيكو مدريد، واتوقع اني انا الحين بخلي اسطوري، بس نمط المنافس بخلي تعطيل الحين، يعني لان بعدنا ما وصلنا لهاي المرحلة، تونا نوصل اسطوري. فنروح لمباراتنا ضد اتلتيكو مدريد اللي بتكون بعد اسبوعين للتوقف الدولي في فيفا، فاكيد فيفا فيها توقف دولي بعد. اوكي، ف ايسلندا يبون انشيلوتي، بس انشيلوتي ما بيدرب. احنا اكيد يعني بنلعب بطاقم الاساسي في ضد اتلتيكو، يعني ما بنلعب بالوان الثانية في ضد اتلتيكو. فليتس جو لهذه المباراة، تكون كوصة طاقة 87، نايس. اوكي، الديربي في هذه المباراة في ملعب اتلتيكو مدريد، شيفتاس او شيتي متروبوليتانو. ف هي وكان اسم الواندا متروبوليتانو، بس اتوقع انه تغير الاسم. ف عندنا مباراة ضد اتلتيكو مدريد، ف ليتس جو لها المباراة. خلينا نقول الاسم جيفيتاس متروبوليتانو. اوكي، جيفيتاس. طبعا انا اسف ان انا سويت سكيب على طول، كان مفروض اخلي لان في لقطات النفق بالنسبة لملعب اتلتيكو مدريد، وهذا الشيء هالملعب الوحيد اللي ممكن فيها الخاصية فيها كرة اللعب. لا، هما تشوفون خصم بيعرق علي، عاد تشوفون اتلتيكو بيصيرون كان برشلونة في 9، خيبة. لا، بمجرد اني انا حطيت اسطوري وغريزمان الهدف الاول لام اتلتيكو. اوكي، تنكفخ على الوحش. ردت لكونيا وغريزمان، تسديدة تخلص من كرتوا، فرصهم أكثر عنا. عن المباركات هذه تقريبا. تلعب كريستيانو أو هذا بنزيما، الكوركو صدها أوبلاك. أوكي حلوة. مودريتش، رونالدو اركض بين الدفاع، يدون الهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول. سوي في ملعب اتلتيكو مدريد ضد خصمك المفضل، يدون. حلو. اوكي، خفت انها تتخلص صراحة، بس الدون حطها في المرمى. الله عليك يا كريستيانو. شوف الكرة، استلمها كريستيانو، هو مو بسرع لاعب، بس تسديده باليسار حطه في 90، ما تقدر تصدها يا اوبلاك. ترى رونالدو هو كابوسك يا اوبلاك. اوكي، ف 7 اهداف من 9 مباريات لكريستيانو رونالدو وهو لاعب عمره 37 سنة. اوكي حلو، يعني استمتع بالدون شوي، يعني قبل في فيفا 23 نسجل فيه شوية أهداف وشي.
لان عارف منو، تعرفون منو السلسلة اللي هاي بتكون؟ سامبوسا يونايتد. سامبوسا يونايتد جابت لي جلطة في فيفا 22، فاتمنى انه ما تسوي هالشي في فيفا 23. كرة عادت. نكون كو تخلص يا بلنا من هالتماس. اوكي هكا، يلا يلا يا مودريتش. مودريتش بطيء جدا، حرام عليك. يلا يا كريستيانو، صدها اوبلاك هالمرة. اوكي عرضية رأسية من علبة هالمرة، حرام عليك يا علبة. اوكي حلو حلو، وحش لي الحين. كويل الدون، الدون ضغط عليه من لاعبين حرفيا. اوكي كويل كوني، لا ديبول اللي سدد تتخلص من كرتوا، وحش. اوكي هالمرة بندخل لعيبة، اتوقع اني بدخل رودريجو و بدال مودريتش يدخل فالفيردي. يلا يلا والكرة تسديدة من كراسكو تخلصت من الحارس. اوكي ما بدخل هازارد الحين. كرة دي بول تسديدة تخلص من كرتوا، الحين حان دورهم يعني. عاد تكون يا تخلص. اوكي حلو حلو، فالفيردي يلعب لرودريجو، رودريجو بنزيما، لا تخلصت من. اوكي ردت كرة بنزيما، بنزيما كريستيانو، لكن تخلصت من سافيتش. كونيا دي بول يلعبها لكاراسكو، كاراسكو عرضية تخلص، متوقع ممكن تكون، متوقع ممكن تكون. اوكي تخلصت. حرام. بس انا ممكن راضي عن نفسي، فمستوى اسطوري ويبتعادل، راضي عن نفسي شوي. بس يبنى تعادل في هذه المباراة، اللي هي المباراة الأخيرة في الحلقة. اوكي خلونا نشوف شو ترتيب الدوري الحين. عندنا ترتيبنا في الدوري في المجموعة الأول بالتأكيد، في الدوري نحن ترتيبنا الأول وكنا متعادلين مع أتلتيكو، فإذا كنا فزنا عليهم كنا بنكون الأول، كان بيكون الأول بالنسبة لنا 100%. برشلونة في المركز السادس بس فارقين 3 نقاط عنا، فممكن يكونون الأول في يوم ما. فاهم هاي الصعوبة اللي تشوفها في الدوري الإسباني. فبالنسبة لي مباراتنا ضد شاختار دونيسك، فبنروح لها بنلعب أبرز أحداث الهجومية. اوكي هالمرة نلعب في اوكرانيا، يلا اوكرانيا عاد تعرفي شو اللي صار في اوكرانيا. يا كويلا كريستيانو، اوكي هاي اسمها فلسفة زايدة. اوكي شختار يبين هدف اول، ضاعت استلام 2-0. اوكي كريستيانو
كرة اللعب نكون كوت خلص. ها قولي 3-0. اوكي بعدها 2-0 لهم. بنحاول نتعادل اتوقع. كرة يلا يا فينيسيوس. اوكي ركلة حرة لريال مدريد من كريستيانو. بضيع فوق ام لا؟ ما راح تفوق لي دا حتى. كرة لبنزيمة. اتوقع يوم سيء بالنسبة لنا في اوكرانيا. اوكي هالمرة قلبة. علبة انت املنا يا علبة. اوكي هجمة من ريال مدريد في دقيقة 89 تقريبا. خسرنا المباراة بس اكيد نبغى نجيب هدف اول. اخ حتى الهدف الاول ما جبناه. خسرنا اول مباراة في دور المجموعات ضد فريق شختار. ف ايه اتوقع ان هني انا بختم هالحلقة. فالى ان وصلت الفيديو اتوقع استمتعتوا، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب. كان معكم كابتن الإمارات عمر، مع السلامة شباب.